بين السيد جيسوس وكذلك الروماني تيميتش الرجل الذي. أهلا بكم مشاهدي قناة كارما، أتمنى منكم دعم ملخص بي باللايك والاشتراك بالقناة تقديرا لجهودي ومشاهدة ممتعة. هذه هي الأجواء الرائعة جدا مع انطلاق جولة 18، الجولة الأولى في الدور الثاني. الهلال بطلا للشتاء متصدرا، الفريق الذي لا يتلقى أي خسارة في على مستوى النجاحات بالنسبة لنادي الهلال. نحن نتحدث عن 18 انتصار متتالي، وهذا الصوت الذي قلت يوما يرعب الدوري ها هو يحتفل ببطل الشتاء، يحتفل بفارق 10 نقاط عن أقرب مطارديه، يحتفل بالأداء والعروض. الفريق الذي لم يتعرض لمباراتين في الدوري أمام النصر في الرياض والحزم في آخر مباراة له في الدوري. انطلاقة وخطأ لميشايل، ميشايل الذي أصبح يردد معنى النشيد، وهس يستعد لتنفيذ خطأ. روبن يرسل كرة على الإبعاد من أمام البليهي، ياسر الشهراني إعادة كرة باتجاه بونو، محمد ناجي لمسة سريعة، انطلاقة لإيكامبي، إيكامبي يتحرك، تغطية كوليبالي كان له بالمرصاص من جديد هنا في الملز في مواجهته أمام الهلال. الكرة تصل وتسدد وبونو ينجح في إبعاد الكرة إلى ركلة الزاوية، محاولة كانت من زكريا سامي، هم من جديد عالية وتبعد من أمام ميشيل، ناجي حول كرة، كوليبالي يؤمن على الكرة. توالي الذي أحدث هذه الثورة، تخيلوا معي سلسلة عدم خسارة منذ بداية الموسم 26 مباراة، سلسلة انتصارات في كل المسابقات 18 على التوالي، سلسلة عدم خسارة في الدوري الفترة إذ يحقق أرقام قياسية. يتطلع جيسوس، الكرة تصل من جديد، الكرة أبعدت، وصل الجانب الأيمن مالكوم ينجح بالمرور الأول، يرسل كرة إلى مترو، التغطية حضرت من أمامه ثم إلى تاتاروسانو. الكل يبحث عن السفاح، عمد لناجي يتحرك، حاول ميشايل يكسب محمد ناجي، خطأ محمد ناجي اللاعب الذي بدأ مسيرة مع نادي رضوى أحد أندية ولا ملعب. الكرة توصل على طول، الكرة أوهو إلى ركلة مرمى، قد أشير لها وإن كان أيضا فيها راية قد رفعت، أم هي إلى مرمى إلى ركلة. تبدو أكثر دفعا من الليالي الماضية. سعود يرسل كرة، الكرة ما طالت وما زالت، ومترو الشباك الجانبية، السفاح حاول وبادر ولكن كرة في النهاية ذهبت إلى الشباك الجانبية. الحاسم تخيلوا معي هنا في الرياض، كرة تصل من جديد، المحاولة أرسلت، نادي أبها وبعد الصدمة بإحضار المناعي يا جيسوس مع مالكم ينقل كرة، ياسر الشعراني تحضير بالرأس، الله سافيتش يظهر الآن ويسجل هدف السادس في الدوري وينجح بإعطاء السعادة للزعماء. سافيتش يظهر في الوقت الذي تعتقد أنه سيظهر،
فعلا يظهر عندما تنتظر، عندما تنتهي الحلول يكون حل دائما حاضر. هذا اللاعب يقدم المركز الذي تريده حيث تريد أن يكون مهاجما، يظهر صانعا، يظهر هداف، يظهر هكذا يتقدم. الصناعة رائعة من ياسر الشهراني، واصلت الكرة إلى بعد ذلك سافيت حيث يسجل أول أهداف اللقاء وسادس أهداف في الدوري، ويقول هيا بنا إلى النقطة 50، هيا بنا إلى الانتصارات المتتالية المستمرة، حيث بهدف تقدم لمصلحة سافيت. نيفيز، يا لهذا اللاعب، ما شاء الله تبارك الله، تريد مركز 6، تريد مركز 8. التحرك في هذه اللحظات من جديد، وما هو القرار؟ ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء هلالية. سلمان سالم هو من تقدم ومن تحرك. الدوسري ذو 8 أهداف حتى هذه اللحظة، أخذ السفاح يضعها في الشباك ويسجل على رقم تاتارو تشانو وعلى يساره، هدف ثاني للزعيم، هدف ثاني للهلال. إلكسندر ميتروفيتش، هذا الهداف، هذا السفاح، هذا الحاسم يتقدم الآن من علامة الجزاء. هنا انطلاقة سالم، وهنا العرقلة، وهنا التقدم من ميتروفيتش، ويسجل ثاني أهداف الهلال. سافيتش أولا، إلكسندر ثانيا، لكنه في القائمة، أصبح أولا مع الدور للقارة. الآن كرة تصل من جديد، وكان قد لعب في خارج ملعبه. من جديد ناجي، ميشيل يتحرك، يبحث، يمرر، كرة طالت على مالكم إلى ركلة مرمى. هاتريك الوحيد كان أمامه تاتاروتش، والتعاون كذلك ثالثا. الآن الثالث، نروح للثالث، تعتلل، يتحرك الآن، يفكر، الله على كرة باتجاه سالم ومترو. يا إلهي، يا لها بالكرة حيث مروا أمام الجميع، وهذا واضح إذ يدخل الصندوق ويحاول، وتغيرت الكرة إلى ركلة زاوية. إي والله واضح، يعني تيميتش أمام الهلال يحاولون، شوف التقدم الآن، ماتيتش يحضر كرة، الكرة من جديد جميلة لكنها في أحضان كوليبالي، صوتا وحضورا وتشجيعا بالكعب من سافيتش، خذوها جميلة، يتحرك ويسدد في الشباك الجانبي. كان ميتروفيتش ينتظر تمريرة الرد، لكن فكر في التهدي الأيمن، وصلت إلى بقير، الكرة تسدد، الله، وبونو يظهر أيضا. الهلال كان قد تقدم بهدفين في الشوط الأول، لكن أبها يبادر مبكر في الشوط الثاني، في 10 ثواني كاد أن يصل. الراية رفعت على هذا الهجوم السريع والمبكر. 16 مباراة بالدوري، هذا بحد ذاته لديه فرصة كبيرة لكسر الرقم. كرة فيها خطأ الآن لسالم. سالم يقدم أداء غير عادي في مباراة اليوم، بتحركاته، مهاراته، مراوغاته، تسببت الآن ببطاقة صفراء على زكريا سالم، تسببت بركلة جزاء سجلها ميتروفيتش. و باين على نيفز انه هو اللي ناوي، لكن سافيتش منه يبدا كل شيء. سافيتش ام روبن نيفز؟ سافيتش يرسل كرة في الجدار الابيض، عادت الكرة، كوليبالي من مالكوم، سالم لمسة، الله، لو
وصلت، لكن راية كانت قد رفعت على ميشيل. مالكوم لمسة مع سالم، يمرر مترو السفاح يسدد هدف. الآن ويبادر وهو أقرب للثالث. الكرة ما زالت والعودة السريعة فيها إنقاذ ناجح من سعد ناطق. سافيت محمد ناصر والشيري، الآن تقدم سالم يتحرك، الآن يرسل كرة، الكرة فيها إنقاذ ناجح من سعد ناطق، تذهب الكرة إلى ركلة زاوية. الكرة تصل من جديد، محاولة، عادت الكرة من جديد، هوبا والعارضة يا ميشيل، العارضة عارضت الهدف الثالث، لكن عرض جاد يقدمه ميشيل، والآن سافيج، والآن مالكوم، الكرة في النهاية تغطية من سعد ناطق. سعد ناطق لمصلحة ميشيل، روبن نيفز عالية، الكرة من جديد وصلت وفيها خطأ يحتسب. عندما تحين الفرصة، هذه فرصة، فرصة كامبي كامانو، تسديدة من كروتوفياك بعيدة عن المرمى. ماتيتش يتحرك، سافيتش يكسب خطأ على زكريا سامي. العب يا هلال. مدرجات، وهنا في أرضية الملعب فتنة الهلال، كرة تصل من جديد، سالم كان هناك، راية على ياسر الشهراني مع انطلاقة اللعب. سالم يتحرك الآن، لمسة، تقدم حاضر لمالكوم، تغطية ناجحة من اللاعب الأفضل في لاعبي نادي أبها، نادي الهلال من المحليين. الآن الكرة إلى ميشيل، الكرة في الشباك، توجت أداء سالم المثالي ليسجل هدف التاسع في الدوري. الله يا سالم، لكن ميشيل فعل كل شيء، تقدم وراوغ لتصل في النهاية إلى من؟ إلى سالم. إنها تتويج لأداء وعرضة، لمسة رائعة من سالم إلى ميشيل، الكرة تعود من تاتارو سالم لتجد القائد للزعيم في الأندية، هي التسجيل فقط في مرمى ياسين بونو ومرمى نادي الهلال، وربما هذا بعد ذلك التعاون، ولا تنسوا التعاون أنه في المركز الثالث مع الأهلي. الآن سافيتش ثنائية تكتمل، وهدف السابع يكتمل الآن، سافيتش يبدأ كل شيء وينتهي إليه، هكذا بدأ الأهداف الأربعة وهكذا سجل رابعها. الله على هذا العرض لسافيتش، عندما تكون مغلقة يفتح الباب سافيتش ويمر الجميع، هذه المرة ميتروفيتش يصنع، أي ثنائية عندما يكونان معا. سافيتش سجل كذلك ستة، الآن الخامس، ويسجل الخامس الآن، كنو يسجل هدفه الثالث في الدوري. الله يا زعيم، هكذا نجح في الحصول على الكرة من أمام عبد الإله الشمري. سافيتش وكنو، الحزم الآن، محاولة تصل، كاد الآن يذهب إلى ذلك.
بيتروفيتش يكسب خطأ. مباراة هلالية من أولها لآخر، ربما أبها بدأ فقط البداية. خمس دقائق على نهاية الأصل والسادس. الله، وي والله، وفي عز الكلام سكت الكلام. روبن نيفيز، أي مباراة وأي تتويج لهذا العرض الغير عادي يا روبن في هذا الموسم. ثالث سداسياته، السابع، القائم رفض ذلك، القائم رفض ذلك. مثالي، وهذا أيضا تتويج لما قدم السابق. كرة تصل من جديد، الكرة، الله على الجهة اليسرى، البريك مرة أخرى، الله، منه بدأ كل شيء ومنه انتهى. الأهداف السبعة، سبع نجوم، إنها بسم الله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حبايبي تعالوا معي نعمل فلوجة سريعة النهاردة. وفلوجتنا النهاردة جميلة جدا، سواء أولاد أو سواء بنات. طبعا الدبدوب اللي هو الجميل ده خطفني يا جماعة بلونه وشكله الجميل، ألوانه حلوة جدا جدا وأشكاله برضو كويسة. وفي كمان الفيل ده، وفي الميكي ماوس ده برضو كويس جدا وبلونه الحلو. والفيل ده طبعا لونه جميل جدا زي ما احنا شايفين كده، وزي ما قلت في منهم الاولادي وفي منهم البناتي، وكمان في هنا حاجات تانية برضو زي ما احنا شايفين كده، دباديب دي، وفي هنا الدبدوب ده على شكل اسد كده بلونه برضو كويس، وفي كمان زي ده على شكل سلحفة، ودباديب مختلفة تانية بألوان مختلفة بتنفع أولادي وبتنفع بناتي. وفي كمان دباديب طبعا لو احنا حابين نهادي أصدقائنا، أو لو حد اتنين مخطوبين مثلا أو كده وحابب أهادي خطيبتي. طبعا زي ما احنا شايفين برضو الدبدوب اللي هو مكتوب على I love you ده برضو جميل جدا. استنوني في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.